وللحديث أكثر عن الانتخابات البرلمانية والتي بدأ التصويت الخاص فيها ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. شيخ يحيى، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم شيخ يحيى. بدأت اليوم عمليات التصويت الخاصة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، كيف تقيمون هذه العملية التي توجهت فيها بعض الكتل أو وجهت فيها بعض الكتل العناصر للتصويت لصالحها؟ ألو. نعم شيخ يحيى. ألو. نعم نحن نسمعك، هل تسمعنا؟ يبدو نعم. أن تفضل. نعم التصويت الخاص محسومة للكتل التي أدخلت عناصرها للجنة والأجهزة الأمنية بموجب قرار بريمر الذي حل فيه الجيش والأجهزة الأمنية واستبدلهم بعناصر الميليشيات التابعة للأحزاب التي جاءت بركب الاحتلال للاستئثار بالسلطة. فهذا التصويت معروف النتائج مسبقا بالنسبة لهذه الأحزاب الداخلة ضمن هذه العملية السياسية التي أقامها الاحتلال. الأنباء تتحدث عن حالة من التوجيه للعناصر كما أشرنا، يعني نقلهم بالسيارات الخاصة من المرشحين، وهناك جملة انتهاكات حصلت اليوم. هل يعني يعبر هذا التصويت عن الحالة الحقيقية للرفض الشعبي للانتخابات والعملية السياسية؟ أخي الكريم، لا توجد في العراق في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة أجهزة أمنية مستقلة، بل جميع هذه الأجهزة متحزبة. لذلك تسعى هذه الأحزاب لتحقيق مكاسب من خلال التصويت الخاص، فكل حزب يوجه عناصره في الأجهزة العسكرية والأمنية لانتخاب مرشحيه، فيقوم بنقل هذه العناصر على نفقة الحزب والعمل على كل ما من شأنه أن يطمئن بأن هذه العناصر قد اختارت مرشحي الحزب الذي ينتسبون إليه، حتى وإن كانت هناك اختراقات أو هناك تزوير أو هناك كذا، لكن هذا لا يعبر شيء، لأن العملية ماضية برعاية دولية وأمام أنظار العالم. نعم، التصويت الخاص كان من المفترض طبعا أن يضم النازحين والمعتقلين، ولكن هناك أجواء من الترهيب والترغيب في نفس الوقت واستخدام هذه الشرائح المجتمعية لخدمة بعض الأحزاب. هل ترى أن هذه الانتخابات بنتائجها المستقبلية ستختلف عن سابقاتها؟ تصويت النازحين حسب المعلومات الواردة كان الإقبال فيها ضعيف، برغم الوعود التي أطلقها المرشحين والتي لا تنطلي على النازحين الذين ذاقوا الأمرين على يد هذه الحكومات ومجلس نوابهم المزور. ديارهم المحتلة من قبل الميليشيات إضافة إلى تهديم الكثير من القرى والمدن وعدم السماح لهم بالعودة، كل ذلك ترك خيبة أمل عند النازحين من هؤلاء المرشحين الباحثين عن المنصب والامتيازات، بعيدا عن العمل لإنقاذ شعبهم مما هو فيه من عوز وفقر، وترك مئات الآلاف من النازحين في ظل ظروف مأساوية ولسنين عديدة. أما المعتقلين فحتما هناك ترهيب ويجري إجبار على الاقتراع المشهور، هذا لأجل كسب أصواتهم، وهذا اعتيادي في ظل حكومة ميليشياوية ودكاكين أحزاب كلهم هم الاستئثار بالمال العام والدخول للحصول على الامتيازات الباطلة التي سنها المحتل لذيوله وأتباعه على حساب دماء أبناء شعبنا ومقدراته. وعليه نطرح سؤالا أخيرا، هل يمكن أن تحدث هذه الانتخابات تغييرا في الحالة السياسية وفي الأوضاع العراقية بهذه الأوضاع وبهذه المواصفات؟ لا أمل يرتجى من انتخابات تجري في ظل انعدام الأمن والاستقرار وفي ظل سيطرة ميليشياوية واضحة وارتهان للقرار العراقي المستقل بيد الاحتلال الإيراني الأمريكي المركب ومعهم كل أشرار العالم لنهب موارد العراق وتدميره وتسخير طغمة. ف
فاسدة لشرعنة ما يقوم به المحتلين من جرائم مقابل امتيازات ومكاسب شخصية وحزبية تافهة. فلا أمل عند شعبنا بحصول أي تغيير على الوضع السياسي والأمني بالعراق، بل العكس، سيكون مجلس نواب ميليشياوي وسيطرة إيرانية مطلقة وبحضور لعدد من الجواسيس لأمريكا لتبارك المشهد وليستمر مشروعها بالفساد والتخريب للعراق وللمنطقة. عبر الخط الهاتفي أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.